بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا الجديد صدى الشارع. صدى الشارع هو هيكون لسان وصوت كل مواطن مصري، هنحاول نوصل صوته، هنحاول نتكلم بالنيابة عنه، أو هنحاول نوصل آراءه للسادة المسؤولين وكل ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معنا في برنامجنا صدى الشارع. قبل ما ادخل في تفاصيل البرنامج وارحب بالضيفه الكريمه اللي موجوده معايا، بهني الامه الاسلاميه والوطن العربي كله بحلول شهر رجب المبارك. اليوم هو اول غره شهر رجب، وده تزامنا مع اول حلقه لينا في البرنامج، فطبعا فائل خير ان شاء الله. دعوني ارحب، وهتكون موجوده معايا زميلتي في البرنامج الزميله منى محسن. اهلا بيك يا منى. اهلا بيك. النهاردة هنتكلم عن نموذج مختلف، نموذج كلنا بنأمل أن يكون مصر مليانة بالنموذج ده، يعني نموذج شاب قيادي متحرك موجود في الشارع لا يكل ولا يمل زي ما الناس بتقول. بجد يعني حبينا نبدأ أول حلقتنا وبرنامجنا صدى الشارع بنموذج من الشباب، نموذج قيادي من الشباب، وشرفنا بان هي وافقت ان هي تكون موجوده معانا ولبت الدعوه معانا ومعاكم الدكتوره ايمان ريان. اهلا بيك يا دكتور. أهلا نائب بيك. نائب محافظ القلوبيه. اهلا بيك واهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بحضرتك، شرف لينا تواجد حضرتك معانا. ميرسي، شكرا، شرف ليا. وقبل ما نبدا بقى بنبارك لحضرتك على رساله الدكتوراه ومزيد من التوفيق والتقدم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يخليكم، الف شكر ليكم ومبروك على البرنامج، وان شاء الله يعني كده يبقى برنامج جميل وتحقق كل اللي بتتمنوه باذن الله. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور إيمان، هندخل في التفاصيل على طول. الناس متفاعلة جدا مع حضرتك في الشارع، في شارع القليوبي بالذات، على طول بيشوفوكي موجودة في الشارع، يعني تقريبا تكاد تكون بتخش المكتب ده قليلا جدا، دايما في الشارع، في المبادرات موجودة في الشارع على طول. الناس حست ان حضرتك موجودة، وقت ما بيطلبوكي بيلاقوكي او قبل ما بيطلبوا يعني. فعرفنا ان ملف المبادرات يعني موكل لحضرتك في محافظه القلوبيه، او حضرتك المسؤوله عن المبادرات الشبابيه والمبادرات اللي بيقوم بها الشباب داخل المحافظه. طيب عايزين يعني ليه سبب اختيار المبادرات، يعني حضرتك يعني ليه سبب هذا الملف اللي حضرتك تمسكيه؟ ملف كبير جدا على فكره يعني. تمام. المبادرات الشبابيه هو مش فكره ان هو ملف، اكتر من ان هو حاله في التفاعل وطريقه في الشغل. انك تبقى وسط الناس، ده دورنا، ده واجبنا، دي وظيفتي الاساسيه، ان احنا نبقى موجودين في الشارع بنحل المشكلات. مش انا لوحدي، احنا كلنا يعني فريق عمل في المحافظه بقياده سياده المحافظ وكل التنفيذيين الموجودين. اتفقنا على اليه عمل ان احنا يعني المكتب ده اكيد لازم نروح المكتب بتاعنا، بنخلص شغلنا او ايا كان، لكن الاساس في دورنا او في شغلنا ان احنا بنتعامل ازاي مع المشكلات، حتى لو المشكله صعبه او كبيره او بتاخد وقت في تنفيذها او الحل بتاعها. مجرد لما الافراد او صاحب المشكله او المجتمع بيلاقيك ان انت وسطهم وحاسس باحساسهم وبتبدا تاخد خطوات حتى لو بسيطه في الاول، ده بيفرق كتير جدا مع الناس، بيحس ان هم لا هم مش لوحدهم، مش لوحدهم طبعا، لا في مسؤول، في عين عليهم، كويس تابع الامر وشاف الموضوعات. قدر الامكان بنحاول ان احنا نبقى متواجدين، تفرق معنويا معاهم، بتحسوا ان هي بتفرق معنويا وجود حضراتكم معاهم؟ طبعا طبعا جدا، يعني انت وجودك في الاول وفي الاخر. بس هقول لحضرتك على حاجه، احنا دلوقتي في مرحله كل الناس حابه تعمل اللي عليها، حابه تظهر يعني الجهد، والدوله المصريه حاطه سيناريوهات عمل في الحل مع اي مشكله واي ازمه موجوده. هي الفكره ان انت بتبقى عندك سرعه في التعامل، في الامر بيبقى شكله عامل ازاي، وتوصل الصوره صح. لما بتاخد الموضوع وانت قاعد في المكتب غير ما بتاخده وانت قاعد تحت. لما بنتكلم بقى على المبادرات الشبابيه، في كتير جدا من الشباب، وانا اتشرف ان انا يعني معاكم في محافظه القليوبيه، ويمكن حضراتكم من اولى الناس اللي احنا كنا بنتعامل مع بعض في ظل الافكار الجميله. الشباب عنده فكر جميل، الفكر ده بيبقى بس محتاج اكتر ان هو احنا نسمعه
وهو يعبر بيه باكتر من يعني بطريقه مناسبه ان هي تعرف تتنفذ. يعني دايما الشباب يقول لك احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فاحنا بنسمع ايه اللي ينفع يتنفذ دلوقتي وايه اللي عايز اكتر تدقيق واكثر بحث، وبنبدا بعد كده على الاخر ننفذه. بس هو حضرتك مش بس بتسمعي، حضرتك بتنزلي كمان في الايفنت وقت المبادره، بتكوني موجوده مع الشباب. ما هو ده يعني هم كتر خيركم ان انتوا عملتوا الكلام دوت، او يعني في مبادرات جميله جدا بدات في المحافظه، يعني من اول الرسم على الجدران، من اول رسم على المحولات الكهربائيه في ازمات زي ازمه كورونا، كان شباب جميل جدا بيساعد ازاي، عملوا فرق عمل، والحاجات دي كلها ساعدت ان الكرة بالذات يبقى فيها تفاعل كبير جدا. كانوا ازاي اللي ما عندوش عربيه كان بيتجاب له عربيه، اللي بيبقى محتاج دواء ومش قادر يروح يجيبه من المكان المخصص ليه، ازاي الناس بتساعد، اللي مش قادر ينزل يشتغل حاجته عشان يشتري الحاجه بتاعته عشان في عزل فبيجيبوها له، وبننزل بالسبب احنا شوف بالسبب بقى وحاجات كده جميله. شفت كده التفاعل، فان احنا نبقى مع الشباب ده يعني ده اضافه لينا، ان احنا نكون في وسط الشباب ويسمعونا ونعرفهم ويعرفونا، فده بالعكس ده شيء مشرف يعني، ده شيء يشرفنا والله. اللي حضرتك بتسمعينا ويا ريت كل المسؤولين يكونوا زي حضرتك. ربنا يخليك. الشباب يا دكتور كان حاسس او عايز من زمان قوي يلاقي نموذج يسمعه. الشباب عنده طاقه غير عاديه، عندهم جهد مستعدين يعني يبذلوا كل غالي ونفيس زي ما بيقولوا في اتجاه البلد، بس كان هما محتاجين فعلا حد يقول له انا معاك، انا جنبك، انا شايفك اللي انت محتاجه، حتى لو معنويا. انا عارف ان امكانيات الدوله ساعات ما تبقاش يعني مش هتقدر تساعد في كل حاجه، لكن لما بيحس ان المسؤول معاه وجنبه وعينه عليه بيقول له برافو عليك، حتى بتفرق معاه جدا جدا جدا. بص هقول لحضرتك على حاجه، هي الامكانيات في كل الوقت بتبقى موجوده، بس هي الفكره ازاي بنستغلها، يعني الاستغلال الصحيح بتاعها. تمام. انا زيكم سنكم الكلام ده كله، انا جت عليا مرحله لا انا لقيت اللي يقف جنبي ولقيت اللي يساعد ويطور ويدرب ويخلي باله مننا كشباب، فاحنا اتسمعنا ووصل صوتنا والحمد لله، يعني بفضل ربنا وبفضل مجهودات الدوله المصريه وسياده الرئيس وكل القائمين العمل في الدوله المصريه، ازاي خلونا في المكان دوت في التوقيت ده، بحيث ان احنا كمان نعمل دورنا. احنا مكلفين باعمال، واعمال مش سهله، احنا علينا يعني مسؤوليه كبيره طبعا، مسؤوليه كبيره ومسؤوليه كمان مسؤوليه جيل، يعني انت صح. لازم تبقى مثال للي حواليك، طريقه كلامك، اسلوبك، تصرفاتك، تفكيرك، كل الحاجات دي بتبقى محسوبة عليك كيد. في الأول وفي الآخر، عشان إحنا لازم نبقى مثال مشرف لبلدنا، عشان هي بلدنا تستحق أحسن من كده. بتشوف النماذج والمسؤولين بيبقوا نموذج بالنسبة لهم، فبيبقوا دايما عليهم سبورت، فبيبقى دايما نفسه يبقى زيه ونفسه يبقى كده يعني، وبرضو يعني فكل حاجة بتبقى محسوبة يعني محسوبة. وكمان هقول لحضرتك على حاجة، مفيش حد بيشتغل لوحده أكيد، مفيش حد بيكبر فجأة والكلام ده كله، لا طبعا في خبرات كبيرة احنا بنستفاد منها كمجموعة من الشباب، سواء بقى مبادرات سواء تنفيذيين في أي مكان، لا لازم نسمع للأكبر مننا ونشوف اللي في سننا صح. وفي نفس يعني في نفس السن أو في نفس المكان نسمع له، عشان هناخد منه حاجة وهو يسمعنا وإحنا نسمعه. أكيد. تقارب وجهات النظر، إن احنا بنقعد نتكلم ونتبادل الآراء سواء بقى في الشارع أو في المكتب أيا كان، ده بيخلي في الاخر بتوصل لحاله كويسه، حضرتك بتبقى راضي، بتوصل لي فكرتك وتعالى نشتغل مع بعض. في الاول في الاخر انا مش هعرف اعمل حاجه لوحدي، اهل المكان واهل القريه واهل المجتمع اللي موجودين فيه هم اقدر ناس عارفين مشاكلهم صح. وعارفين حلها كمان هو طبعا. بس بيعرف مني الا انا اقدر اقدمه له الامكانيات اللي انا اقدر اوفرها، بمساعدتك ومساعدتنا بنعرف نعمل حاجه كويسه. طيب هو حضرتك كان ليكي دور في المبادرات الشبابيه والانشطه الطلابيه في الجامعه قبل تولي منصب نائب المحافظ، يعني ايه اللي خلى حضرتك تكوني مركزه قوي على شغل المبادرات؟ اكيد حضرتك اشتغلتي فيها فحبيتيها. يعني كنت فرد في مجتمع في مكاني، كنت ما ببقى الاقي مشكله في الشارع او مشكله في يعني في المنطقه اللي انا عايشه فيها لازم اوصلها للمسؤول،
بأي كان طريقة، في طرق يعني في طرق اللي هي عن طريق المقابلة الشخصية دي، وفي وسائل تواصل تانية وفرتها المكان أو المحافظة أو الدولة المصرية زي بوابة الشكاوى الحكومية من أحد المنصات الرائعة اللي بقدر أوصل بيها. صوت بيوصل، الناس بتحس إن صوت بيوصل على طول. متابعة بتيجي صح. أنت خلصت مشكلتك ولا لأ، في فولو أب بيبقى متابع من الجهتين، أنا شايفة بيبقى معايا رقم وبيبقى شايفاه، أو الطرف التاني اللي هو المسؤول بيبقى عارف إيه اللي عنده، إيه الشكوى دي لو متكررة في المكان ده أكيد في مشكلة، فبينزل يتواصل وبيحلها فعن طريق ده أو ده. فلازم كنت لأ كنت ما يعني أشوف المشكلة، لأ لازم يعني الشارع ده مكسر ما تمش رد شيء لأصله، في مشكلة هنا حاجة، لأ كنت بعمل دوري كفرد في مجتمع. طيب بمناسبة المبادرات، وإحنا معنا أحد مؤسسي مبادرات هنا في القلوبية، الأستاذ أحمد حجازي مؤسس مبادرة معا نستطيع. أستاذ أحمد السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك أستاذ جمال والأستاذة منى. أهلا بحضرتك، نورتنا. وكل التحية والدكتورة إيمان طبعا، والترحيب بالدكتورة إيمان ريان فخر القيادات الشبابية بمحافظة القلوبية طبعا، واللي انا شخصيا بلقبها مع حفظ الالقاب والمقام بالمراه الحديديه على مجهودها وكل اللي بتقدمه للمحافظه القلوبيه والمواطنين محافظه القلوبيه. الف شكر. استاذ احمد، حضرتك من قريه العمار مركز توخ. مظبوط. حضرتك اسست مبادره داخل القريه واطلق عليها مؤسسه مبادره معا نستطيع. معا نستطيع، معا تزول المحن. بالظبط. ايوه، عايزين نعرف فكرة المبادرة والهدف منها، وتم التواصل مع الجهات التنفيذية ازاي، وكان ايه دوركم في المجتمع في الفترة الأخيرة، والمبادرة خاصة بايه؟ هي فكرة المبادرة جت من رحم الأحداث، لأننا فجأة كجيل جديد لقينا إن احنا بنمر بظرف استثنائي، وباء متفشي في العالم، واحنا طبعا ما مرناش بظرف زي ده قبل كده، فكان لازم نعمل حاجة نحافظ بقى على أهالينا. وعلى الفور تم التواصل مع الشباب وقيادات العمل العام بالبلد، والحمد لله تم الترتيب والتنسيق، وبدأنا نشكل لجنة لإدارة الأزمات، وبدأنا نشكل فرق عمل، والحمد لله قدرنا إن احنا نعمل كيان محترم، قدرنا إن احنا نواجه الوباء وقدرنا نحتوي الأزمة. وبالفعل تم التواصل مع المحافظة، وطبعا بنوجه الشكر لسياده اللواء عبد الحميد الهرجان على مجهوده في النهوض بمحافظه القلوبيه، وتم الترتيب، والدكتوره ايمان طبعا يعني كانت مديانا سقف كبير قوي للشغل وموفره لنا كل حاجه، وبنشكر طبعا مديري مكتبها المهندسه نجلاء والاستاذ فارس علي على مجهودهم معانا وتسهيل كل الاجراءات اللي تخلينا نعرف نشتغل بحريه. كان في سبورت يعني، كان في سبورت من الدكتوره ومن المحافظه، في لما لقوا شباب نازل وعايز يشتغل وعايز يتحرك على طول، على الفور تواصلوا معاكم ونزلوا، ولو في اي حاجه اكيد كانوا بيذللوها يعني، او اي عقبه يعني كانوا معانا يدا بيد. تمام. يعني هم ما كانوش بيفرقونا، ومتابعه مستمره وتسهيل الاجراءات ودعم متكامل، ويعني الدعم كان من اول المحافظه لحد السيد العمدة العمار الحاج يوسف عامر، السيد رئيس الوحده المحليه الاستاذ صبحي، ما كانش في حد متاخر عننا، والحمد لله قدرنا نعدي الازمه بتكاتفنا جميعا، ما حدش اثر في حاجه الحمد لله. استاذ احمد، مستعدين لو لا قدر الله العمليه زادت او الاعداد بتاعت الكورونا زادت والحاجات دي؟ يعني احنا الحمد لله احنا عاملين في خط دفاع كده يعني شغالين عليه؟ احنا بالفعل شغالين وعندنا خطه ان احنا نستمر، وان الموضوع ما يقفش على كورونا بس، لا احنا عندنا خطه اعمال لما بعد كورونا. كويس جدا. وعندنا كل الاحتياطات وعاملين كل اجراءاتنا، ان احنا لو لا قدر الله في موجه ثالثه او اي ظروف ثانيه احنا جاهزين، وان شاء الله بالمرصاد لاي حاجه ممكن تضر اهالي. شكرا جزيلا استاذ احمد حجازي مؤسس مبادره معا نستطيع بقريه العمار مركز توخ، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتورة، المحن بتعمل تلاحم، يعني الشعب المصري بالذات لما بيكون في محنة أو أي حاجة سيئة يعني كلنا بنتجمع وبنتلم وبنتحرك وبيخرج أفكار جديدة. ويعني هرجع للمثل البلدي، إن لو لا قدر الله حد عنده حالة وفاة وحد ما جالوش بيزعل، لكن لو فرح ممكن ما يزعلش، فدايما المحنة
بتولد افكار جديده وتولد تلاحم كده، وفي حاجات بتبقى حميميه جميله جدا. شفتيها ازاي في الكوره دي؟ انا شفت يعني النماذج اللي كانت موجوده، يعني سمعت العمار والشباب الجميل، هم كان ليهم دور كمان قبل جائحه كورونا في العمل العام، وازاي كانوا بينظموا الفعاليات وتوعيات وبيعملوا انشطه للاطفال وللمرأة. لا يعني كان ليهم دور، كان مجموعه من الشباب كده، يعني انا اتشرفت ان انا قعدت مرتبين ومجهزين نفسهم بالظبط، عارفين بعض، عملية منظمه يعني، يعني كل واحد متخصص في حاجه بيعملها للتاني، فدي كانت حاجه محترمه. لما جت جائحه كورونا لا رتبوا نفسهم ترتيب كان اكتر من رائع، يعني مش العمار بس، لا كان في بنها كمان كان في اكتر من مبادره متميزه، يعني شباب ديجوا يعني كان من اخر المبادرات اللي واحد معانا حد من ديجوا برضه يعني بزرها. فلا كانت ناس محترمه، ممكن يكونوا بيعملوا اللي عليهم، يعني حتى لو حد كان قليل خبره في مجال ما فبيستزيد، بيسال وبيتعرف وبيتعلم. تلاقي الشباب الصغير ازاي بيبقى لابس كمامه، عامل تباعد، عارف نظام كويس. لما المدارس توقفت فالناس اللي كانوا المدرسين اصلا بيجمعوا شباب القريه يعني، وبيعملوا حتى القعده بتباعد ويقعدوا يعلموهم ويديهم الدروس. يعني حضرتك شايفه ان المبادرات اثرت وساعدت في جائحه كورونا؟ طبعا طبعا طبعا، يعني المبادرات في كل انحاء العالم هي بيبقى ليها دور كبير جدا، وخاصة في الأزمات، يعني أنت الأزمة بتبقي خلاص أنت قعدتي في البيت وكل حاجة بتبقى تقريبا، يعني خصوصا في جائحة كورونا الأولى كل حاجة بتبقى متوقفة، فأنت بتبقي محتاجة أنك تعملي زي تيسير أعمال، تعالجي الحاجة، تقفي جنب جيرانك جنب أهلك، الكلام ده بيبقى مهم جدا. لما بتشوفي الدور ده وبتقدري كمان توصلي المسؤول لو حاجة خلاص فوق إمكانية المجموعة المتواجدة، تتواصل بقى مع المحافظة بتشوف الاحتياجات بتاعتها ايه. لا في شبرا عاملين شغل رائع، الشرق وغرب، مجموعة من الشباب، يعني مجموعة شباب بيعملوا كل حاجة، نماذج مشرفة، مشرفة يعني بيبقوا عارفين ان البيت ده في حد مصاب محتاج ادوية محتاج اكل، وبيوصلوا له كل حاجة، بيبقوا على تواصل دايما معاه في التليفون لو هو قاعد لوحده يطمنوا عليه. لا في تلاحم، ودي اصاله المعدن بيبان يعني، اصاله مصر في اهلها. هو برده هنرجع برده لو حضرتك يعني معلش ما كنتيش برده سبورت للناس دي ما كانش المبادرات دي كلها تبقى موجوده. والله يعني انا دور من ضمن، يعني دور بسيط كمان، هم عاملين شغل رائع والدور هم عاملينه وعارفين. لا هم طبعا هم يشكروا يعني على اللي هم عملوه. بالعكس انا لما بنزل ببقى انا بقول لهم انا برجع فرحانه، يعني انا برجع بقول ايه ده، يعني هم عاملين كل حاجة، مجرد بس ان انا بنسبورت. هو انا بتكلم من وجود حد تنفيذي مع المبادرات ومع الشباب دي بيخلي اصلا الشباب يبقى لا احنا كده كويسين، احنا بنعمل حاجة صح. فالدليل على كده ان بقت محافظة القليوبية تقريبا فيها اكتر عدد من المبادرات بعد وجود حضرتك. يعني ده دورنا ودعم طبعا، يعني ده كان تكليف السيد المحافظ في اولى العمل، يعني المبادرات والشباب، لان لازم ناس كلها لازم احنا نسمع صح ونعرف تقربوا منهم عشان في تواصل دايما ما بين الاطفال، وهو ده اللي الشباب ملاحظه في القليوبيه في الفتره في الاونه الاخيره يعني. طيب بمناسبه بقى ذكرنا دجوه، احنا معانا الاستاذ محمد عزاوي، محمد العزاوي مؤسس لجنه اداره الازمات. اهلا بحضرتك مؤسس لجنه اداره الازمات. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ جمال استاذه منى. اهلا بحضرتك. طبعا طبعا انا بحيي حضرتك على البرنامج الجديد صدى الشارع، وبارك لكم عليه وربنا يوفقكم دايما بالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. عاوزين نعرف من حضرتك فكره وهدف المبادره. والله يا فندم هي المبادره طبعا نشات مع الموجه الاولانيه لفيروس كورونا، والحمد لله اتفقنا مع بعض وعملنا حاجه اسمها لجنه اداره الازمات بدجوه، طبعا ليرؤوسها الحاج سيد بحيري حلاوه. عملنا طبعا مبادره كويسه، عملنا لجان محترمه، عملنا لجنه طبيه، عملنا لجنه موارد، عملنا لجنه اعلام، عملنا لجنه شباب. تشكلت لجان كمان وعملت لجان يعني بالظبط، عملنا عمل منظم يعني نعرف نشتغل حتى باحترافيه شويه الحمد لله رب العالمين. كويس جدا. والحمد لله المره الاولانيه الموجه الاولانيه الحمد لله قضت عدنا على خير، ووفرنا كل حاجه، وفرنا كحول، وفرنا كمامات، وفرنا اي مستلزمات طبيه تخص اي مريض الحمد لله وفرناها الحمد لله. طب حضرتك حضرتك شايف وجود المبادره اثرت على الاعداد؟ يعني اعداد المصابين قلت؟
اه طبعا طبعا الحمد لله. هي بس المشكله بس في الموجه الثانيه شويه، ان انا لازم طبعا نتكلم على الموجه الثانيه شويه، لان الموجه الثانيه كانت متعبه شويه، مؤذيه طبعا شويه، لان كان كانت أشد. بنسبه كبيره كان محتاجين يعني اكسجين، وهو ده الحل البديل مع المستشفيات. الحمد لله يعتبر شبه عملنا يعني مستشفى ميداني، اللي احنا تعاملنا مع اي مريض بنوفر له الحمد لله دي جوه، واهل خير دي جوه، وفرنا انابيب اكسجين الحمد لله رب العالمين. ان احنا النهارده المريض لو في اي وقت حب يعوز طبعا بمباشره الدكتور المباشر او المعالج للحاله، طبعا لو احتاج اي حاجه اي اكسجين بنروح بنودي له انابيب اكسجين في اي وقت، ونتعامل مع الحاله الحمد لله زي الفل الحمد لله رب العالمين. وطبعا اخص بالشكر بقى، معلش انا اسف، لان في حاجات اتعملت، عملت مبادره حلوه في المبادره في الموجه الثانيه، ان انا في الدكتور محمود رجب، في الدكتور محمد عزت العزاء الرقاوي، دكتور سامح الحواطي، دكتور محمد حمدان، دكتور تامر الامير، الناس دي احنا عملنا مبادره حلوه، ان اي حد يخص يجي من طرف اللجنه يكشف او تعبان، الناس دي بتتعامل مع المريض بالمجان. يعني اي كويس حاله جدا تروح كويس جدا. يمت مني، اه الحمد لله بفضل ده انا وهو بشكرهم استاذ قوي. محمد حق اهاليهم عليهم برضو ان هم يقفوا جنبهم ويكون ليهم والله يا بصمة استاذ موجودة. جمال الناس دي ما توانت لحظه، الناس طبعا دي طبعا اول ما قلنا المبادره ما طبعا توانت لحظه، احنا طبعا تحت امركم الكشف بالمجان، احنا مش عايزين كشف، اي حد يخصكم. وبرضه حتى معمل التحليل الدكتور محمد حمدان عامل معمل التحليل كويس عندنا في جدا. دجوه، طب بصراحه حضرتك كنت شايف مردود اهل القريه ايه؟ يعني كانوا بيستجيبوا معاك ولا كان بيبقى فيه صعوبه؟ لا طبعا لا طبعا الحمد لله الناس كانت في منتهى الجمال والشياكه والرقي كمان في ان هم في التعامل مع الحالات، لان احسن دي حالات الناس لما بتشوفنا الساعه 1 بالليل والساعه 2 بالليل والساعه 3 الفجر وبالنهار وبالليل معاهم، لا الناس دي يعني عرفوا بصراحه يعني وقت الشدائد تظهر المعادن الحمد لله. أكيد طبعا دي دجوه وده مصر تمام. وانا بقى معلش ما ينفعش يبقى في مداخله زي كده الا ما اكن كل الاحترام وتقديري للدكتوره ايمان ريان نائب محافظ الالويه، بتلقب عندنا في الالويه بالمراه الحديديه. بصراحه انا لو واضح من قعدت الاسم ده خلاص انت بقى لا في الالويه. اه والله لا لا فعلا عمري ما مش متفقين اصدعت معاهم بجد مشكله ان هم يقولوا عمري، كده، انا جاي منهم. لا ده ملقبه عندنا كده يا استاذ جمال، استاذه منى ملقبه، هي الدكتوره ايمان دكتورة إيمان ملقبه دايما بالمراه الحديديه. سبورت للشباب ودايما داعمة، وبشكرها حضرتك على ده فخر المداخلة. الدجوه والله يا فندم، فخر الدجوه وفخر مصر كلها وفخر محافظه الالويه الدكتوره ايمان تبقى طبعا موجود معانا. طبعا فخر الألوية. شكرا شكرا يا استاذ جدا محمد. لحضرتك طبعا استاذ محمد، شكرا. دكتورة إيمان أظن بعد اللي اتقال ده احنا يعني سؤال كده بس هنسأله حضرتك، هل الشباب قادر فعلا بعد الحاجات دي كلها على التغيير؟ اه طبعا طبعا اكيد، يعني الشباب المصري يعني في كل المجالات، يعني لسه يعني النادي الاهلي محقق برونزيه، اه فيعني بنبارك له بمناسبه بنبارك له اه الميداليه طبعا، البرونزيه، يعني ودي تاني مره ياخد الميداليه ما البرونزيه شاء المركز الله، الثالث، فيعني الف لا مبروك طبعا، يعني شرف لمصر كلها. اكيد طبعا شرف لينا في كل المجالات، في الرياضه في الثقافه في العلم، لا يعني في نماذج ما شاء الله مشرفه. كتير بالنسبه للعمل العام حضرتك القيت ضوء على يعني نماذج في محافظه الاليمان، في نماذج اكتر موجوده، في ناس يعني بالعكس انا حابه ان الفتره الجايه ان شاء الله في برنامجكم تستضيفوا الناس دي، يعني اكيد طبعا ده شرف لهم لينا طبعا معانا طبعا في طبعا، كذا يعني وحقهم ان هم يظهروا برضو ويسلطوا بالظبط الضوء عليهم، مين يعني بصراحه كلمه نماذج ازاي مشرفه وناس فاهمه، يعني حتى لما اكيد. بينزل في المبادرات فبقول لهم يعني دي حاجات متخصصه شويه، يعني قال لي لا ده احنا في طبيب كذا متطوع، برضو هم جايبين مجرد ان هم المتخصصين بيعملوا برضو اللي جايبين عليهم. متخصصين، ويعني برضو بيبقوا عندهم كل الخط، يعني بيبداوا منين عارفين ويعملوا البداية اه، والنهاية صح؟ يعني اللي بيقيس ضغط مثلا ولا اللي بيعمل حاجه بيبقى عارف، بيرشوا مثلا يعني رش البيوت والمنازل في الجائحه الاولى تعقيم. والثانيه، لا يعني ادوا اداء حسن جدا وكانوا تكاتف، يعني دايما كانوا يوصلوا لرئيس القريه رئيس الوحده المحليه ماشي يقولوا لهم ماشي انتوا محتاجين ايه او حاجه، فبيعرفوا ازاي يعملوا الكوميونيكيشن السليم، فانا طبعا بشكرهم جدا وده دوري ودور الناس كلها ان هي دايما تبقى معاهم، وان شاء الله يعني نفضل مع بعض كده لغايه لما نعدي الجائحه باذن بإذن الله الله، بسلام بإذن باذن الله الله تعدي على خير بإذن ان شاء الله. الله. دكتور إيمان أنا سعيد جدا إن حضرتك تواجدت، أنت كنت موجودة نورتينا يا معانا دكتور النهارده والله، وشرفتينا وشرف لينا إن ونورتينا حضرتك نورتينا في أول حلقة، واختصتينا. ربنا أنا عارف إن يخليك حضرتك ما بتظهريش إعلاميا كتير، بس اختصتينا عشان في برنامجنا الجديد دي أول حلقة، ولما طلبنا من حضرتك حضرتك ما تأخرتيش. لا أكيد فشرف أبناء لينا، محافظة الأليوبية ده شرف ليا إن أنا معاكم شرف النهارده، لينا والله ألف يا دكتور، مبروك على البرنامج الله إن يبارك شاء لك الله يا كده دكتور، تزيد من النجاح،
هفضل متابعه معاكم كده ان شاء الله الحلقات البرنامج ان شاء الله تقدموا المزيد وان شاء الله في القريب العاجل يكون لنا برضو يعني لقاء مع حضرتك في المكتب يعني لو في اي تقرير او حاجه ربنا ان شاء الله خاصه بالقلوبيه لان القلوبيه فيها شغل كتير وممكن نتواصل مع حضرتك تاني ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جدا يا دكتور اعزائي المشاهدين ودي كانت نهايه فقرتنا الاولى مع الدكتوره ايمان ريان نائب محافظ القلوبيه نرجع لكم بعد الفاصل.